الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة؟ عندما تغدغم إسكارم مرحبًا بالوحيكرام. النبي صلى الله عليه وسلم أوريكم إسكاريكوين إن الله بندى بعيرم أقيم الصلاة إسكارم مرحبًا بالوحيكوين إن الله بندى يندقون. نعم، لأنه لابد أن نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة تامة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملات السنن، ولا نأتي مبطن مبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة. هذا بقى نسكارم سريان من نمر وحيكا كرتماعي نمر وحيكا نبي صلى الله عليه وسلم يجنر يبدي بيجوا أدير روبتيل أدين ركنيكال أدين شرطوكال أدين نربند بحاجنر يللام بورنا ما يم باريتشو كوند نمر وحيك ما يعني إقامة الصلاة إند بريج. نعم، الصلاة تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. نسكارم رند ينمان ودن نربند ما ينسكارم الصلوات المفروضة الخمس تؤدى في كل يوم وليلة. نربند ما يا أنجنا نمسكارين قال إلا دي بسط لندن نروحه كبرنا دار. والصلاة الجمعة في كل أسبوع. هذا بر الجمعة إلا عايش لنروحه كبرنا دار. نعم، الصلاة المفروضة الخمس والجمعة لابد أن تؤدى في المساجد على كل رجل بالغ عاقل. رأي بطيا يا بدي ولا إلا بورسلم. നിർബന്ധമായും ജുമുഅയും ജമാഅത്തുകളും പള്ളികളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. വല്ലതി അല്ലദി യതഖല്ലഫ് അൻ ജമാഅ ഹു മുനാഫിഖ് ളാഹിറുൻ നിഫാഖ് നസ്സലാഅഫു സ്സലാമ വല്ലാഹു അഅ്ലം. ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ വ്യക്തമായി കാപട്യമുള്ളവരാണ് മുനാഫിഖാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മെയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.